سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي بين سبورت مع أحداث شوط المباراة الثاني ما بين جوينغنام الكوري الجنوبي كاشيما الياباني انتهى الشوط الأول 0-0 الشوط الأول كان سجال ما بين الناديين في خط النص ما تمكن أي فريق من خلق الفرص الحقيقية للتسجيل رغم السيطرة النسبية لنادي كاشيما الياباني على الاحتكار بنسبة 58% مقابل 42% شوط المدربين هو الشوط اللي أمامنا الآن وبنشوف كيف راح يتصرف كل مدرب جوينغنام عنده دكة محترمة وعند المهاجم بارك جي دونغ اللي يقدر يسجل في أي لحظة من لحظات المباراة كاشيما يحاول الآن جهة اليسار يلعب الكرة العرضية ولكن تطلع إلى برا الملعب لدينا في دكة احتياط اللي هو بارك جي دونغ القادر على التسجيل من أنصاف الفرص أما من كاشيما ممكن يدخل البرازيلي ليو سيلفا لإعادة الاتزان في منطقة الوسط وربط الخطوط محاولة طلعت يحاول الظهير لفريق كاشيما والانطلاقة ناحية اليسار الظهير الأيسر اللي هو كيوكي أنزاي كاشيما أصيب حارس مرمى سون تاي وانضاف إلى قائمة طويلة من الإصابات الحقيقة والغيابات قلب الكوري الدفاع سونغ يون جون الباك اليمين أيضا يوشيدا الباك الشمال أيضا يغيب ياماموتو لاعب الوسط ناكامورا بالإضافة لأفضل المهاجمين في الفريق سوزوكي إيتو اللي ظهر تأثير غيابهم في شوط المباراة الأول كرة بتنقل على الطرف الأيمن محاولة تحضير بيلعبها للاعب سونغ جون تتخلص الكرة حاول فيها اللاعب سونغ جون أقرب إلى حارس المرمى لي بونغ سو لي بونغ سو كرة تنقل وإكسير الكرة يرجعها لاعب هو لي كويبا محاولة تسديد من ميساو غير راية على ضغط من البرازيلي يتابعه وتلعب الخطأ توصل إلى كوني موتو نتيجة الضغط اللي فارضه اللاعب البرازيلي نيكويبا دفاع جيد في منطقة الوسط نشاهد الإعادة لكرة خطيرة كانت لجوينغنام داخل منطقة 18 مطالبة بخطأ نيكويبا هني طالت من الكرة نتمنى نشاهد الأهداف في شوط المباراة الثاني ما بين جوينغنام وكاشيما إنترز كرة بتتنفذ وصفارة بوجود فاول لمصلحة فريق جوينغنام هداف دوري أبطال آسيا الإيطالي اللاعب بيلي كراسيانو بيلي لاعب شاندونغ الصيني سجل 4 أهداف كرة إلى حارس المرمى لي بومسو هداف كاشيما الياباني شو إيتو 2 وجوينغنام 3 لاعبين سجلوا 3 أهداف ما عندهم هداف كرة النقل توصل وبتطلع إلى برا الملعب إلى برا الملعب هذه الإعادة للعبة فريق جوينغنام عبر لاعب اللي هو كونيموتو كونيموتو قادمة من فريق لوكوكا الياباني حكم المباراة يظهر البطاقة الصفراء لاعب فريق كاشيما اللاعب جو جي سو لاعب رقم 6 الكابتن ياخذ انذار جو جاي سو جايسو انذار بدقيقة 50 يقوم بالسلامة اللي هو ياسوشي إندو الكباتن الاثنين
ركلة حرة مباشرة عن طريق الزاوية الركنية، كاشي ما بين لعبها وكرة بتلف تنحط على الطاير. الله، لو ماشية لو نفس الحقيقة مع لاعب فريق كاشيما، يبدو لي إينوكاي متقدم، كان ممكن يأتي هدف، لكن شات الهواء، شات الهواء ترك الكرة. أتوقع يعني المباراة لو كانت في الوقت المفضل للكوريين 9 مساء بتوقيتهم أو 3 مساء بتوقيت مكة المكرمة، لكان هناك حضور جماهيري كبير يحفز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم. لكن وقت المباراة ما أعطى فرصة للحضور الجماهيري للكوريين ولا محاولة، وكذلك الأمطار الغزيرة أيضا ساعدت على العزوف الجماهيري. سونغ جون بيحاول، مباراة خالية من الأهداف. كرة المغل إلى كاشيما إنترز، إلى هيراتو يلعبها إلى أقصى اليسار، المحاولة للمرور، انتظر كرة عرضية. لاحظ التركيز لفريق كاشيما ناحية اليسار، مركزين بشكل كبير بطلعات الهجومية على الناحية اليسرى. هل هو ضعف في الظهير الأيمن؟ وتعتبر ثغرة لدى فريق جونا، بيحاول لكويبا، لكويبا الكرة معاه، استغلال هذه الكرة والمرور لكويبا، ممكن يشوط ولكن غيرها، يتأخر لكويبا وراحت منه كرة سهلة. كرة إلى إندو بمهد الكرة برا المنطقة 18 إلى سيرجينو، بيلعب الكرة العرضية ولكن بالأحضان يستقبلها حارس المرمى، الحارس لي بومسو، لاعب سابق في فريق تاي جون وجونويك. شوط المباراة الثانية يتمنى تكون مباراة أكثر إثارة ما بين الفريقين. في غرب آسيا المجموعة الأولى لعبت 3 جولات، ذوب آهل الإيراني 7 نقاط متصدر، الزوراء العراقي 4 نقاط الثاني، الوصل الإماراتي الثالث ب3 نقاط، النصر السعودي 3 نقاط بالمركز الأخير. كرة طالت ولحق عليه بسرعة، هي المرور، ممكن الكرة العرضية تطلع ضربة ركنية. في المجموعة الثالثة لعبت جولتين، الاتحاد السعودي متصدر ب3 نقاط، الثاني وصل الإماراتي ب3 نقاط فارق الأهداف، لوكوموتيف طشمند الأوزبكي 3 نقاط بالمركز الثالث، والرابع الريان كذلك ب3 نقاط. ضربة ركنية لمصلحة فريق كاشيما راح تتنفذ عن طريق ياسوشي إندو. ضربة ركنية، هل يستغل الكرات الثابتة الصامتة كاشيما وسجل الهدف؟ حكم اللقاء الحقيقة عليه ضغط كبير بواسطة اللاعبين اللي يلعبون بدون كرة أو يحتكون بدون كرة. بيلعبها الآن كرة منخفضة، لذلك تجي من صالح الدفاع، ينقلها على طول إلى اللاعب ناكوا شينتارو. ناكوا هجمة عكسية مرتدة، كوريموتو ينقلها جهة اليمين، كوريموتو في مواجهة ناكو يلعب الكرة الأرضية. الله، غمزها كرة رايحة في المرمى وحاطها بشكل جميل ورائع الحقيقة. جيوبنام الكوري الجنوبي بيسجل هدف بغمزة رائعة للاعب إيكوان، يسجل أول هدف للاعب كونيموتو، راح يشوفها بالإعادة. كرة عرضية وسريعة، لعبة لمسة واحدة وغمزة واحدة الحقيقة في المرمى. شوف 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 المدافع اللي حطها، وشوف هل هي أون جول، هل هي أون جول، أون جول، أون جول، جول. المدافع يمكن حطها براسه، يبدو لي المدافع راح نشوفها مرة ثانية، راح نشوفها. ما لمسها، ما اعتقد لمسها، لا ما لمسها. المدافع اللي لعبها في مرمى، اون جول، اون جول، اون جول، اون جول، سجل هدف في مرمى.
بالخطأ المدافع. واحد فريق جونا دقيقة 56. هل احتسب لهذا اللاعب اللي هو كونيموتو؟ حتى المخرج تأخر، المخرج ويانا محتار، هل اللي مسها كونيموتو أم خطأ من المدافع وضعها براسه بالخطأ في مرمى الصديق ساكوهاتا؟ ننتظر موقع الاتحاد الآسيوي ويشوف لنا حل مع هذه المشكلة. أنا شخصيا ماني قادر أعرف من اللي حط الكرة، هل هو المدافع أو المهاجم؟ وحتى المخرج تأخر معنا، ننتظر الاتحاد الآسيوي شنو يقول. شوف موقع الاتحاد الآسيوي، تبديل طلع اللاعب إيكويبا، الكرة منقولة ناحية اليسار، بيحاول المرور، تلعب الكرة العرضية وبتتخلص تعود إلى كونيموتو، إلى الكابتن، دخول اللاعب كيم يونغ بين رقم 50 لفريق جونغنام. تلعب الكرة، تلعب الكرة، الله، حلوة المحاولة للرد، كانت في اللعبة الماضية من كاناموري. شوف التمريرة الجميلة وراحت أمام المرمى تماما، زاحفة على يسار حارس المرمى من اللاعب كانوموري. كانوموري كان ممكن يسجل أول أهداف المباراة، أول أهداف المباراة كان ممكن يتسجل. النتيجة 1-0، أول أهداف فريق التعادل، يعني هدف التعادل، لو كان بيحط الجول كان الهدف التعادل. الاتحاد الآسيوي اعتبره جون جول على إينوكاي، حط الكرة في مرمى فريقه، كرة منقولة، إذن هدف صديق مسجل في هذا اللقاء لمصلحة فريق جونا مالكور الجنوبي. كرة تلعب ناحية اليسار، بيحاول التسديد عن بعد، يلعبها لكن إلى برا الملعب من اللاعب ناغو، تسديدة من اللاعب رقم 39 والإنشات هو ناغو. هذه الإعادة، المدافع هو اللي حطها. الاتحاد الآسيوي خلاص اعتمد المدافع، دقيقة 56، يأتي هدف صديق، أتوقعت أنه غمزها بقدمه مهاجم فريق جوغنام، لكن بالإعادة ما هي واضحة الحقيقة. بالإعادة ما هي واضحة، ولاعب كونيموتو كأنه هو لامسها، والمدافع إينوكاي كأنه هو اللي وضعها براسه. واحد لا شيء لصاحب الدار وضيافة. دقيقة 60 من عمر المباراة، فرصة التعويض قائمة لفريق كاشيما إنترز. أخيرا شاهدنا الهدف، دقيقة 56 من عمر الشوط الثاني. طبعا واضح في هذا اللقاء تأثير الغيابات الهجومية على فريق كاشيما، يعني لما يغيب أفضل عناصر الهجومية كأن تضع ذئب ما عنده أنياب، تطلب منه يلتهم الفريسة. الذئب بدون أنياب لا يمكن أن يلتهم الفريسة، لذلك كاشيما يلعب بدون أنياب قوية، وأفضل المهاجمين سوزوكي وإيتو يغيبون عن هذا اللقاء، لذلك لا يمكن أن يأكل خصم جونام ويحقق مراد فريق كاشيما في هذه المواجهة. مباراة صعبة عليه، يعني شعار
كاشيما كأنك أخذت شعار كاشيما وأزلت منه القرون القرون. حكم مباراة يطلب تهدئة أو تهديد اللاعب ماتش بالطرد، واضح من إشارته العب صح وإذا راح نطلعك برا. جوردن ماتش اللاعب الإنجليزي طبعا طرده برا الملعب راح يكلف فريقه شيء كبير، ومتقدم بواحد مقابل لا شيء. إذن أحبتي المتابعين وكل من ينضم لنا الآن عبر بين سبورت تشاهد مباراة مهمة ومثيرة ما بين الكرة اليابانية المتمثلة بكاشيما إنترز حامل لقب هذه البطولة وجونام الوافد الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا. حتى الآن نعتبر النتيجة مفاجأة ويتقدم فريق جونام على فريق كاشيما منذ دقيقة 56 بهدف صديق للمدافع توماي إينوكاي اللي وضعها في مرمى فريقه بكرة رأسية غير متعمدة. شوف الدفع بدون كرة والضغط على الخصم بدون كرة، كرة بتنقل ناحية اليسار طلعت برا طلعت برا طلعت برا. ركلة مرمى كرة اللاعب تاكيهيرو كونيموتو، كرة تعود إلى إنزاي. طبعا إينوكاي المدافع اللي حط كرة في مرمى فريقه راح يكون متحسر حتى النهاية، بيحاول يمر وبتطلع الكرة إلى برا ملعب رمية تماس لمصلحة فريق كاشيما إنترز اللي عليه ضغط الآن من أجل الانتصار. فريق كاشيما في الدوري الياباني يحتل المركز السادس حاليا بنفس المركز جونام الكوري الجنوبي في دوري كوريا. الفريقين لديهم قاسم مشترك وهو المركز السادس في الدوري المحلي حاليا. كاشيما إنترز طبعا إنترز الإنجليزي تعني القرون، وهذا مأخوذ من ثقافة المدينة، ثقافة مدينة كاشيما اللي تعني حرفيا جزيرة الأيائل، وهو حيوان معروف بقرونه الكبيرة وشراسته في القتال. كرة ملعوبة الآن توصل ومحاولة تثير تلعب كرة خطيرة سلمها تسليم شرعي إلى كيو كيونغ مين، سلمها تسليم شرعي الحقيقة إلى كيو كيونغ مين، لكن لا أعرف كيف يضيع هذه الفرصة بعد ما استلمها من الكابتن جاي سو. هذا الكابتن اللي سلم الكرة الحقيقة لكو كيونغ مين، ما أعرف كيف يتعامل معها. تحسر طبعا على ضياع الفرصة الماضية، فرصة الهدف الثاني وهدف الأمان نوعا ما لدى فريق كاشيما إنترز. ما راح يهدى له بال، ما راح يستكين، ما راح تغمض له جفن، ما راح ينام، ما راح يهدى، ما راح يسكت إلا بالتعديل. اليابانيين لا يستسلمون على الرغم من الظروف الصعبة لفريق كاشيما إنترز بغياب أبرز العناصر الهجومية، ولكن لا يرفع الراية. محاولة للتقدم لكونيموتو بينقلها ناحية اليسار، الكرة تنقل لشو جايسو مرة ثانية إلى كونيموتو، تبادل ثنائي ما بينهم ولكن في فاول دفع بدون كرة لمصلحة فريق جونام. الفاول على الظهير الأيسر هيراتو سجل هدف في دوري أبطال آسيا كان في مرمى جوهور الماليزي. إذن فريق كاشيما إنترز القادم من المدينة اليابانية معروفة أيضا وشمل حوارات الحرب. الله قائم اليمين اليمين بيمنع هدف محقق لكيونغ مين. كيونغ مين كو كيونغ مين اللي ظهره ممنع، القائم اليمين يمنع كرة كيونغ مين. الله 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 يا القائم اليمين منع الهدف. شوف 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 شوف, شوف. رجعها له القائم اليمين، رجع الكرة لكيونغ مين. كيونغ مين فرصة ثانية الأهداف وهدف الأمان يضيع وينجو فريق كاشيما إنترز. الضربة الركنية تنفذ وكونيموتو جهة اليمين عرضيات
جونغنام شغالة واللعب فعال بالنسبة للفريق الأحمر اللي بيحمر العين في شوط المباراة الثاني. حاول اللاعب وو جو سونغ. حقيقة جونغنام يلعب شوط المباراة الثاني استفاد من شوط المباراة الأول. شوط المدربين بواقعية نجح في الحل الرديف وهي الكرات المباشرة. نعم الكرات المباشرة وهو الحل الثاني. هنا محاولة ولكن بالكعب لعبها وحاول فيها لكن تتخلص. ضغط متواصل لجونغنام من أجل الثاني الأهداف وتأكيد سيطرته وفرض هيمنته على هذا اللقاء. اللعب الكرة العرضية بشيلها دفاع فريق كاشيما إنترز اللي بيتحمل مسؤولية كبيرة الآن في ظل الضغط المتوالي من فريق جونغنام. محاولة تسديد غير راية يلعبها لشون جايسو. الكرة وتلعب ويحط الله تأخر وبيحاول يمر ولكن كرة مقطوعة. هجمة عكسية مرتدة لمصلحة فريق كاشيما إنترز. بيحاول بالكرة ما زالت الانطلاقة المهارة الفردية ولكن هنا الصافرة بوجود فاول على كيم يونغ بيل اللاعب اللي دخل مكان البرازيلي نيكويبا. كرة بتلعب إلى إندو. إندو بيسلمها إلى هيروكي أبي. إلى إندو مرة ثانية بيمرر. انتظر تسديد برا منطقة 18 كأحد الحلول لفريق كاشيما إنترز. رمية تماس تلعب بيحاول داخل منطقة 18 التدخل وفي مشاركة من المدافع سونغ جو هون في دفع داخل منطقة 18 ولكن يبدو لي وفق الإطار القانوني. طبعا هل في دفعة وفق الإطار القانوني ودفعة مش وفق الإطار القانوني؟ نعم نقول مو دفع نقول وضع اليد على كتف خصمة على ظهر بدون أن يكون دفعة قوية. دفعة يعني نقول عادية أصبحت في العرف لدى كثير من الحكام أنها دفعة نقول لا تستوجب ضربة جزاء. ضربة الجزاء بالذات تحتاج إلى وضوح في عملية الدفع، وضوح في عملية الركل، وضوح في عملية الخطأ داخل منطقة 18. كاشيما إنترز يبعدها الدفاع. ترسل من ماشيدا. هدف واحد اون جول أيها الأحبة سجل بواسطة المدافع لفريق كاشيما الياباني بالخطأ في مرمى فريق إينوكاي. بحسب أيضا اللقطة اللي أعلن عنها متأخر الاتحاد الآسيوي حتى يتأكد منه يسجل هدف اللي كان في اشتباه ما بين اثنين إما كوليموتو المهاجم ولاعب خط النص جونغنام أو المدافع حطها بالخطأ. هجمة عكسية مرتدة للحمر. جونغنام بيقدم مباراة كبيرة الحقيقة، مباراة بطولية. وهو اللي كان مش مرشح للفوز في هذه المباراة بيتقدم الآن وحالة خطرة ويحط بالجول. الله كيم سونغ جون يضيع انفراد في المرمى. سونغ جون بيضيع انفراد كرة من لمسة حلوة وجميلة وسريعة 1-2 من لمسة واحدة ما فيها أوفسايد. يكسر التسلل للمرمى يوصل ويحطها بالزاوية البعيدة ولكن تصدم ضربة ركنية بقدم حارس المرمى البديل اللي دخل في أواخر الدقائق أو الثواني من شوط المباراة الأولاني سوكو هاتا. سوكو هاتا بيطلعها إلى ضربة ركنية. فريق جونغنام بيلعب مباراة العمر، مباراة كبيرة أمام حامل اللقب والمرشح للحفاظ على لقب السنة الثانية في هذه البطولة على التوالي بكرة اللعب وعلى الطائر. الله جوردن مارش الإنجليزي وعلى الطائر بالطريقة الإنجليزية والجميلة ويحطها هوبا. يعمق من جراح اليابانيين ويعمق من جراح كاشيما إنترز بثاني الأهداف. ووسط غضب من المدرب كو أوي ومدرب فريق كاشيما ثاني الأهداف.
ماشي مع خروج إندو 25 ودخول 23 إيتسو. تبديل كرة بتنقل تبديل في الشق الدفاعي بيلعبها جهة السوبجون ويقرب للمدافع هذا اللي تسوي نازل إيتسوكي أودا على طول ترجع مرة ثانية وبيغطي الدفاع طبعا التبديل اللي حدث مباشرة قبل الهدف كرة الكرة وتخطف الكرة بشكل جيد من كيم هيو جي فريق كوري خلاص خذ ثقافة الانتصار وخذت ريلة على المباراة وعلى دوري أبطال آسيا كان يخاف من كاشيما في الشوط الأول وحذر لكن التقدم بهدفين بيعطيه ثقة ثقة الانتصار ونيل الفريق الجديد على دوري الأبطال بطولة بطولة يعني قوية وبطولة كبيرة لذلك الفوز على فريق كبير وحامل اللقب ومرشح راح يكون بمثابة المنشط الحقيقي للقادم من المباريات من أجل الحفاظ على هذه النغمة وعلى هذا الأسلوب وعلى هذه الثقافة من الانتصار وأيضا السعي للمنافسة على البطولة كرة بيلعبها بتمر من الجميع وجون نام تحت الضغط في محاولة تقليص الفارق هدفين في هذا اللقاء ثم تسديدات لكاشيما بينما صاحب الدار ستة تسديدات كرة بترسل حقيقة اللي قاعدين نشوفه الآن جون نام فرض على كاشيما استعمال أساليب غير متكيف عليها تماما أول شيء فرض عليه الدفاع وتلقي الضغط هو مش متعود انه يلعب باسلوب دفاعي لكن بظل عدم وجود المهاجمين وغيابات فاضطر فريق كاشيما انه يرجع دفاع وهذا مش اسلوبه اللي متعود عليه وهذا اللي يفرضه عليه فريق جون نام في هذه المباراة وتورط فيها كاشيما بالشق الدفاعي وعدم قدرة لاعبين على التعامل هنا محاولة اون جول ثاني في المباراة هو جو سونج يحطها في مرمى فريقه ويقلص الفارق فريق كاشيما وهذا المدافع وضعها براسه بالخطأ الاثنين الهدفين كلهم بالراس بالخطأ شوف 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 وين حطها تجي المصايب من الحبايب يقول لك الحارس المرة من الزميل من الزميل من الزميل اللاعب اللي حطها سونج جو هون اون جول يحطها سونج جو هون اللاعب الكوري وقلب الدفاع يضعها براسه مدافع فريق كاشيما اللي هو إنو كان يحطها براسه وهو طاير في مرمى فريقه والهدف ايضا التقليص جو هون حطها براسه واسكنها على يسار حارس المرمى وبالتالي هدفين في هذا اللقاء اون جول وتبقى النتيجه 2-1 إذن هدف راح يرفع من معنويات فريق كاشيما دفاع كاشيما مبرمج فقط على تلقي الهجمات العكسية المرتدة وفرض على هجوم كاشيما استعمال المرتدات هنا محاولة لإضافة هدف الأمان ممكن يشوت جون سونج جون بيمرر ولكن تمريرة قصيرة من اللاعب كيم سونج جون كرة تنقل إلى كاشيما ناحية اليسار ستة وسبعين دقيقة وتلعب الراس بشيلها المدافع شو جايسو هجمة عكسية مرتدة الآن محاولة الثالث واحد ضد واحد إذا مر وعدى ولكن اللاعب سونج جون الطول من الكرة بيقطعها دفاع فريق كاشيما شيلها اللاعب إنو كاي تبديل هجومي بارك جي دونج المهاجم الصريح لفريق جون نام يدفع فيه المدرب بأسلوب هجومي إذن كاشيما دخول اللاعب أيضا ياكوموشي وخروج اللاعب هيراتو
تبديلات اذا في شوط المدربين راح نشوف 13 دقيقة الحامية الأخيرة كرة بيلعبها ماتش صاحب الهدف الثاني ولكن وين تمريرته بالخطأ جوردن ماتش بيرسم الكرة تأخر بيهدي يتراجع فريق جونغلام كرة إلى بن يوجين رجعها للخلف يرسل الكرة إلى أقصى اليمين ولكن راية من الحكم المساعد الثاني العماني راشد الغيثي وجود حالة تسلل إذا مدرب فريق جونغلام كيم يونغ بوم المدرب يشرك اللاعب بارك جي تونغ بديلا عن لاعب كوك يونغ مين كوك يونغ مين الكرة تصدمت في القائم قبل تقريبا 6 دقائق المدرب بيطلعه ويشرك لاعب طبعا المهاجم هذا صاحب خبره عمره 30 سنه لعب سابقا في فريق جونام يلعب لاعب راس حربه ممتاز بالكرات العاليه خاصه في ظل العرضيات الزايده في فريق جونام قد يستفيد من ارتقاء بالكرات العاليه ويسجل هدف مثلا الكره تنقل الى اللاعب اودا اودا مرمونة ناحية اليسار كاشيما انترس لم يرفع الراية لن يهدأ الا بالتعديل كرة منقولة عرضية منتظرة بيلعبها ولكن عرضية فريق جونغلام كان يلعب في فريق لوكوك الياباني راح يلعب الكرة الثالثة وراح يحطها الكوريين يحبون هذه المناطق في تنفيذ الكرات الصامتة هل يسجل هدف الأمان قبل 10 دقائق من ختام هذا اللقاء راح نشوف إذا التنفيذ يلعبها لكن تصدم الحيطة وسكند بول لكن ما في أي لاعب لعبة من اللاعب كوليموتو هنا أقرب إلى حارس المرمى الحارس الخبرة سوكو هاتا كان مشارك في عام 2002 في المونديال مع منتخب الكوري الجنوبي كرة جهة اليسار 10 دقائق تفصل عن نهاية الوقت الرسمي هل يسجل كاشيما هدف التعادل لحفظ ماء الوجه هنا في رحلته المحفوفة بالمخاطر إلى كوريا الجنوبية وسط الغيابات العديدة التي أفقدت قرونا وأنيابة الهجومية في هذا اللقاء بنسبة تفوق 80% أم يحافظ جونغلام على هذا التقدم هذا ما راح نتابعه وياكم داخل المنطقة بيعلي الأمام ولكن في دفعة واضحة من لاعب فريق كاشيما من اللاعب هيروكي أبي أحبتي المتابعين والمشاهدين في كل مكان فريق كاشيما يعتبر فريق ياباني ولكن بطابع برازيلي لأن الإرث اللي تركه زيكو بالنادي جعل مسؤولين النادي يثقون بالبرازيليين أكثر من غيرهم من الجنسيات الأخرى طبعا ثابت أن 7 من أصل 8 دوريات حققها الفريق عبر مدربين برازيليين 7 من أصل 8 بطولات جابها بمدربين برازيليين طوال تاريخ الفريق 4 لاعبين أجانب تصور طوال
ياماغوتشي ياماغوتشي فريق كاشيما يحاول على الأقل على الأقل يخرج بالتعادل. الكوري الجنوبي متقدم بهدفين ويبدو لي بطاقة صفراء من الحكم العماني أحمد الكاف. الدقيقة 83 ويتلقى يبدو لي بطاقة صفراء الثانية ويطرد في هذه المباراة. يعني ناظر هو شاف الحكم عطى بطاقة صفراء ومستانس انه عنده بطاقة صفراء اخذها في الشوط الاول اينو كاي وبالتالي يطرد. الان انتظر يقول يمكن نسى البطاقة الصفراء يقول يمكن نسى لكن الحكم ما نسى ومسجل ان اللاعب اينو كاي تلقى بطاقة صفراء ثانية ويطرد. الان طرد من اللاعب اينو كاي. طيب الحكم عماني يتشابهون مع اللاعبين احيانا ينسى انه هو اللي يعتمد على الرقم حقيقه مباراة كارثية لهذا اللاعب. سجل هدف في مرمى فريقه اون جول ويطرد. يعني شنو تكون ردة فعله الان؟ هو في اسوأ يعني حالاته النفسية. لاعب يسجل هدف في مرمى فريقه عادة يكون عنده رغبة في التعويض لكن يتلقى بطاقة حمراء ويطرد فتسبب بشكل كبير بخسارة فريقه مرتين. سجل هدف في مرمى والطرد اللي تحصل عليه في هذه المباراة. كرة منقولة توصل إلى جمنا ومحاولة للتسديد لكن غير راية داخل منطقة 18. لعبة الكرة من يكون كويني موتو. خمس دقائق تصل على نهاية أحداث هذا اللقاء. مباراة تشهد حالة طرد للاعب إينوكاي. الطرد يأتي بالخمس دقائق الأخيرة من عمر المباراة. مباراة فيها هدفين أون جول كل فريق سجل في مرمى فريقه بالخطأ وهدف واحد فقط من الإنجليزي جوردون ماتش سجله على الطاير في مرمى هذا الحارس. الحارس اللي ما كان يتوقع أبدا أنه يلعب هذه المباراة ما كان يتوقع لكن أصيب بالدقيقة 46 من الشوط الأول الحارس الأساسي كو وون سون تاي واستبدل تبديل إجباري لحارس المرمى. كرة إلى هيروكي أبي توصل إلى الجهة اليسرى. الشوط الثاني هل يأتي هدف التعادل لفريق الياباني؟ راح نشوف راح نتابع. جونام هجمة عكسية مرتدة تعود له بالخطأ وتوصل إلى جون سونج ولكن بطول منها جون سونج. سجل هدفين هذا اللاعب كيم سونج جون هدفين وصنع هدفين من الدوري المحلي الكوري الجنوبي وعنده هدف واحد في دوري الأبطال. الكوري مباراة القادمة راح تكون في الدوري الكوري راح تكون يوم السبت أمام فريق سانغو. بيحاول فيها الآن تبعد ضغط من فريق كاشيما. رمية تباس رمية جانبية لفريق كاشيما هل يعادل النتيجة؟ ما طلعت سونج. كرة مع سونج مو جو سونج يلعبها طويلة ولكن أقرب إلى حارس المرمى. يحاول الآن فريق جونا يستهلك وقت المباراة يضيع وقت المباراة. فريق كاشيما مباراة القادمة في الدوري الياباني يوم الأحد في ملعب اف سي طوكيو. المباراة القادمة القارية ما بين الفريقين راح تكون مرة ثانية في يوم 24 ابريل في الجولة الرابعة من دوري ابطال اسيا راح تكون في اليابان المرة القادمة.
رد الاعتبار اذا استمرت النتيجه بهذه الوضعيه. محاوله كاشمه التسديد وبيلعبها عبد الحق. الله، تمريره ذهبيه ومقشره لتعديل النتيجه، ولكن ولا لاعب يلمسها وتضيع فرصه امام سيرجينهو البرازيلي. سيرجينهو شوف وين لعبها، شوف شلون قشرها، شوف شبيه اللاعب بس حطها بالراس. اثنين من اللاعبين ما وصلوا لهذه الكره، وكانت اعلى واسرع من الاثنين، لا البرازيلي ولا حتى اللاعب البديل اللي هو اودا اللي حاول فيها يطولها بقدمه بالراس، ما طالها ولا بقدمه طالها اودا، لا اودا ولا سيرجينهو. كره كانت قادمه بشكل جميل، محاوله لفريق جوينغنام توصل مره ثانيه الى الجهه اليسرى، تعود الى جوردن ماتش، الى القائد جايسو، محاولة استهلاك وقت المباراة على الجهة اليسرى، تمريرات استهلاكية للاستهلاك الجماهيري وأيضا الإعلامي يعني إنهاء هذه المباراة فقط بصورة قانونية بدون اللجوء للاستهلاك عن طريق السقوط أو إبعاد الكرة. خلاص ثواني على نهاية الوقت البديل، نهاية الوقت الأصلي أعلي، وندخل في الوقت بدل ضايع، راح يدخل الوقت الضايع بعد ثواني يبعدها الكابتن جو جاي سو. رمية تماس، كرة بيحاول فيها الآن تنقل برا منطقة 18، تناقل كرات، عزيمة ورغبة في التعديل كبيرة للفريق الياباني تحت مبدأ في دوري الأبطال برا ملعبك على الأقل تعادل وعلى ملعبك فوز، فهل يحقق كاشيما هذه النظرية يتعادل برا ملعبه؟ يحطها بالجول، سجل 3 أهداف بدوري الأبطال هذا الموسم، من بينها ثنائية بمرمى نيوكاسل الأسترالي بالدور التمهيدي. طبعا كاشيما هو حامل اللقب ولكنه لعب الدور التمهيدي لدوري الأبطال، لأن في دوري حصل على المركز الثالث. قانون دوري الأبطال ما ينظر إلى حامل اللقب، ينظر إلى الدوري المحلي، ينظر إلى الدوري المحلي. كرة اللعب توصل خطيرة ويحط سيرجينهو يقلب الطاولة في هذا اللقاء ويحول الخسارة إلى انتصار بالدقيقة 92. اليابانيين ما يستسلمون، اليابانيين الحقيقة لا يهدون، خطفوا المباراة وقلبوا الطاولة. اللاعب سيرجينهو يقلب المباراة بدقيقتين يسجلون هدفين.
شك تسلل. عموما تروح الكرة وراحت إلى اللاعب أودا وتعود الكرة تسديدة قوية بسقف المرمى يحطها في الجو اللاعب سيرجينو. والمباراة الحقيقة 10 على 10، اليابانيين يعملون المستحيل، اليابانيين يسجلون انتصار وحضور خارج الديار بعد ما كانوا هم الخسرانين، ولكن سيرجينو البرازيلي بالثقافة البرازيلية بالتاريخ والعلاقة الحميمة ما بين البرازيليين وأيضا الكاشيما انترس اللي صنع المجد، يبقى زيكو صانع المجد لفريق كاشيما. خلاص الوقت البديل ينتهي وننتظر النغمة الأخيرة من جانب حكم المباراة في هذا اللقاء المثير. يخسر فريق جيومنا على أرضه وبين جمهوره، وصفر في لقطة درامية دراماتيكية تحولت الأحزان إلى أفراح بآخر دقيقتين، وأطلق الحكم العماني أحمد الكاف النغمة الختامية الحزينة للكوريين والسعيدة لليابانيين. كاشيما انترس الياباني ينتصر في هذا اللقاء 3-2. تقدم جوبنام الكوري الجنوبي بهدف عكسي من مدافع كاشيما إينوكاي بالدقيقة 56، وعزز النتيجة الإنجليزي اللاعب ماتش بدقيقة 71، وقلص كاشيما النتيجة في دقيقة 75 بهدف عكسي كذلك عبر اللاعب جو سونغ، وسجل كانوموري التعادل بالوقت القاتل بالدقيقة 92، وجاء هدف الانتصار لفريق كاشيما بدقيقة 92 أو على خلاص على ثواني للاعب سيرجينو، وتنتهي المباراة بفوز فريق كاشيما بثلاثة أهداف مقابل هدفين. جيومنام يبقى ثالثا بنقطتين، وكاشيما يعود إلى الصدارة بسبعة نقاط في مباراة مثيرة. أحبتي المتابعين أشكركم على التفضل بالمتابعة وإلى اللقاء.